بعطيك بعطيك تقول وجهة نظرك، ولكن حتى الآن أنت مش 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 قايل وجهة نظرك. ليش؟ أقول أنا أعيش في هذه الدولة، أعيش في هذه الدولة، أرى المواطنين العرب بالفعل كما قلنا هناك سوء تعامل معهم في بعض المجالات. في كل المجالات. أعطيني. لا لا أعتقد أنه في كل المجالات، هناك تقدير كبير للمواطنين العرب من قبل الوزارة الحكومية، هناك محاولة لدمجهم، المواطنين العرب يخدمون في صفوف جيش الدفاع، كذلك البدو المواطنين العرب لا يخدمون والمسي والمسيحيون، هناك لا 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 هذا 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 لا 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 أن تمحو كل شيء فلسطيني في هذه البلاد. لا تحاول محو أي شيء. لا لا أرى ذلك. ليست لماذا؟ وحتى هي وحتى هي شمعون شمعون دولة إسرائيل وحتى هي تحاول أن تقسمنا إلى طوائف، إلى مسيحي ومسلم ودرزي وبدوي وما إلى ذلك، إلى طوائف وقبائل. حتى هذا الأمر جرى الآن، ونحن إحنا مش كطوائف، إحنا أقلية قومية واحد. ولكن هناك كل الحقوق تمنح، وربما كانت كان هناك يا في شيء كل الحقوق هناك. لا تمنح كل الحقوق. أبسط حق للإنسان هو التعبير. لماذا أمنع من التعبير؟ يمكنك هذا القانون. لماذا بالقانون تنشر. لماذا بالقانون تمنعني من التعبير؟ إذا الحق الثاني أبسط حق إلي أنا أسكن في بيتي حر طليق. اسمعنا اسمع، لماذا أمنع من السكن في منزلي الموجود اليوم؟ لا يريدون أرضي. ربما لا يريدون خلق سابقة. أي خلق سابقة؟ عشان لماذا؟ هي دولة ديمقراطية، دولة إسرائيل، دولة كل شعبها، دولة دولة لمين؟ دولة يهودية. لا مش دولة يهودية، مش دولة يهودية، مش دولة يهودية. من اللي قال دولة يهودية؟ من اللي أقر دولة يهودية؟ ولكن عندما نقول دولة يهودية عمليا أنت تخرج دولة الشعب، يعني بما معنى الدولة اليهودية ليست ديمقراطية، يعني أنت تعترف أن اليهود ليس ديمقراطيين. لماذا؟ أنا أطالب بحقي فبتقول لي دولة يهودية، معناته فيش ديمقراطية، دولة معناته اليهود لا يتبعون الديمقراطية. لا تريد محو يا سيدي، أنت جاوبت، أنت جاوبت حرفيا، قلت لك أنا بدي أرجع لبيتي بتقول لي هاي دولة يهودية، بما معنى اليهود فيش عندهم ديمقراطية، معناته على القائمة على اسم مش ديمقراطي. هذه دولة، هناك برلمان، هناك بإمكانك أن تحتاج أن تعبر يا أخي. أنا مواطن زيك، تكون في أنت مواطن وأنا مواطن، تكون في البرلمان. ولكن شمعون أنت عندما تقول دولة يهودية أنت عمليا يعني تخرج 20% من مواطني الدولة داخلها لهم حقوق، داخل دائرة هذا التعريف. ما هي حقوقنا يعني؟ لكل مواطن التأمين الوطني وكبات خليم، ولا هي حقوقنا؟ حقوقنا في أرضنا، إذا الإنسان ما أخذش حقه بأرضه أخذش ولا أي حق. لماذا لا لماذا كيف تعتقد بدك أنا عايش أنا يعني؟ لماذا تعتقد بأن حكومة إسرائيل تحاول محو المواطنين العرب؟ لا لا يمكن تصور ذلك. أنا بقول مجموعة هذه القوانين، قوانين النكبة عبر نقل الأسماء وقوانين أخرى، هدفها الأساسي هو شطب الهوية، محاولة تغيير الهوية، وبالذات بالذات بالذات على الجيل الجديد. تريد لهذا الجيل الجديد أن يكون مغيب عن تاريخه عن هويته. هناك هناك في إسرائيل جهاز التعليم، كل هذه الأمور، هناك حقائق تاريخية على الأرض، حقائق تاريخية، ولكن هذه الأمور يتم هناك دولة بالفعل دولة يهودية، ولكن كل هذه ليست دولة يهودية، دولة فيها مواطنين 20% أقلية عربي، هنا فلسطينيين أصل فلسطيني ويسكنون هنا ومحرومين من ال 20% 280 ألف. ولماذا لا محرومين من العودة؟ إذا كانت الأمور سيئة كما تقول لماذا لا يغادر؟ لماذا أغادر؟ أنا هنا ولدت هنا، لن أغادر حتى في أسوأ الظروف، حتى في أسوأ الظروف لن أغادر. وأنظر لن تتكرر مسرحية 48 أخي العزيز، الاقتصاد الإسرائيلي. أنا سأبقى هنا وسأكون هنا، وابني وابن ابني وجدتي وكل سنبقى هنا ولن نغادر. من يغادر من أتى إلى هذه البلاد؟ أنا أقبل بكل ما تقوله. هذا هو الذي يغادر هذه البلاد. بكل ما تقوله أنت تعيش هنا وأطفالك وكل العائلة تعيشون هنا، ولكم إذا كنت ترى الاقتصاد، وضع الاقتصاد الإسرائيلي ووضع أنا الاقتصاد، لا أتكلم معك عن وضع الاقتصاد يا سيد العزيز، ووضع الاقتصاد ما ماله وضع الاقتصاد، شو ماله الاقتصاد مزدهر بالنسبة مقارنة مع أماكن أخرى في العالم. يعني أنا موجود هنا، يعني ليس بسبب الوضع الاقتصادي، لا لا أبقى في أرضي في وطني، لا 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 بسبب الوضع الاقتصادي، ولكن كما قلت لانتماء لجذور
لا لا أجداد أجداد لو أجداد ذلك وأحترم ذلك بكل الاحترام كل الاحترام وأنا أعيش هنا ولي أصدقاء عرب. أنت جذورك مش من هون، جذورك من رومانيا. جذور والدي ولكن أنا ولدت هون أنت في البلد. أنت ولدت ولكن والدك من رومانيا ووالد والدك من دولة أخرى ليس من هنا. ولكن بس أنا لي انتماء وأنا فلسطيني وأرضي هون. وأنا حقيقة أنت تبقى هنا وأعرف بأن هناك محاولات مثلا ما إذا تحدثنا عن الجانب الفلسطيني كذلك الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة هناك محاولة لحل كل هذه القضايا. لا تتكلم عن الضفة الغربية وقطاع غزة، أنتم تحاصرون وتضربون الضفة الغربية وقطاع غزة وإحنا في فلسطين. وأي سلام وأي سلام، ولكن كل يوم اعتقالات إسرائيل معارضة وقطاع غزة كل يوم اعتقالات إسرائيل معارضة، ولكن إسرائيل معارضة يوميا لمخاطر لإطلاق الصواريخ من قطاع غزة، محاولات إذا عمليات إسرائيل مرة أخرى اسمحي مرة أخرى ندخل إلى موضوع ليس موضوع حقتنا، موضوع حقتنا ولكن هو القوانين الإسرائيلية لماذا تقول بذلك بما يشير إليه سليمان؟ لأن كانت هناك محاولات للقيام بعمليات إرهابية ضد إسرائيل، حركة حماس بنى أساسية كبيرة في الضفة الغربية في السنوات الأخيرة في الفترة الأخيرة. هناك أنت تهرب من الحقائق هنا في الداخل، أنت تهرب من الإجابة على الحقيقة. كون دولة ديمقراطية وكوني مواطن وكوني أريد حقي وكوني أريد أرضي تهرب منها، تهرب. نحن نتكلم هنا اليوم هنا على هذه الطاولة. لا أتهرب من أي شيء. أنت تتهرب. رأيك هل يحق لي أن أعود إلى أم الزينات؟ أنت هل يحق لي أن أعود إلى أم الزينات؟ أنت تقول أيضا هل يحق لي أن أعود إلى أم الزينات؟ لحظة جو. من حقك، ولكن ليست هناك أي موافقة حكومية من هذا القرار. تعرف إيش؟ تعرف إيش؟ تعرف إيش شمون؟ فلتنا من أم الزينات. في قرار حكينا عنه. كفر بالعين، اكرس كفر بالعين. هناك لان لا تريد انت فسرت تفسير اخر، انت تقول حق العوده اسرائيل لا تريد، والان بتقول له حق يرجع الى المزينات، ولكن هذا قرار حكومي. لا تريد ان تخلق سابقه، هذا قرار معناته عنصري. هذا قرار حكومي، هذا قرار محكمه عدل العليا في اكرس وبرعين، قرار محكمه عدل في الغابسيه ايضا، قريه الغابسيه قرار بعودي. ليش اي سابقه؟ هذا الموضوع لا تريد. نحن موجودون، العدد هو عدد لا يختلف، الديموغرافية والادعاء بالديموغرافية وأنه راح يتغير ديموغرافية إسرائيل. الـ 270 ألف مهدر هم 270 ألف مهدر، أعتقد فيش تغيير. أخي العزيز أضيف لك معلومة، 80% من القرى المدمرة المهدرة غير مأهولة، غير مأهولة، مفتوحة. لماذا لا نعود إليها؟ 80% من هذه القرى. لا أدري، ربما كما قلت أنا مسؤول عن 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 العدد وعن الإحصائية. 80% من هذه القرى مفتوحة، لماذا لا نعود إليها؟ أي ديموغرافية، أي تهديد نهدد فيه هذا الكيان؟ لن نهدد أحد، نحن كما نحن. 270 حقك كمواطن إسرائيلي تحمل هوية إسرائيلية وجواز سفر. أنت تفضل أن تعود إلى قريتك؟ أنا أفضل 100% أن أعود إلى قريتي. أن تغادر أم الفحم وتعود؟ أنا قريتي أم الزينات، أنا حاليا أقول لك إياها بكل صوت، نحن المهاجرين ضيوف على هذه القرى والمدن. لحظة، إله حق يعني يفكر بهذا الاتجاه؟ بغض النظر إذا ممكن تنفيذه. لا أعتقد ما هو المنطق، ولكن كما قلت هناك كما يبدو هناك قلق وخشية من خلق سابقة من هذا القبيل. أي سابقة؟ أنت تقول دولة ديمقراطية، تقول يهودية ديمقراطية. لماذا لا نرى ديمقراطية في البرلمان؟ في أنا بحكي بس هنا الحديث يجري عن المهاجرين في داخل وطنهم، مش الحديث عن لا نتكلم المهاجرين برا. خلينا نحكي عن هنا. ابن صفوري مثلا الذي يسكن في الناصري، صفوري على مرمى النظر لإله، ما بقدرش يرجع على صفوري. ما هو السبب؟ يعني ليش في الناصري مش بصفوري؟ 16 ألف مواطن من صفوري يسكنون بالناصرة. أنا أقترح عليك حل، وأنا اقترحت الحل بسيط جدا، أطرد كل المهاجرين من الكرة العربية وعدهم لقراهم، وما توسعش ولا مسطح قرية عربية. بدي احل الأزمة لابن الناصر مش هنلاقي بيت لما نبي نصفر. وما رد السلطات؟ ما ورد السلطات لما تطرحها؟ رد السلطات في القوانين، في القوانين، قوانين العنصرية. ليش السلطات؟ اسمح لي، ليش السلطات ممكن تقيم كيبوتس مثلا لليهود على أرض صفوري وممنوع ابن صفوري يرجع مثلا أو ابن البروي؟ شو السبب؟ ما هو السبب؟ لا أدري بالضبط، أنت لا تدري. عمليا بهذه الجملة يعني ننهي البرنامج، وصلنا إلى نهاية البرنامج. نشكر حضوركم ضيفينا سليمان فحماوي عضو جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، والصحفي شمعون أران المحلل السياسي. أعزائي المشاهدين، نلتقي في الأسبوع القادم في نفس الموعد مع برنامجكم نظرة من الداخل. مني رمزي حكيم ومن طاقم البرنامج كل التحية، وإلى اللقاء.